متواجدين اليوم في مطل بوستفا استاذ محمد. مطل بوستفا يا جماعة الخير يعتبر من الأماكن السياحية المعروفة في مدينة طرابزون. المنطقة هذه مشهورة بالمقاهي والمطاعم السياحية، وأيضا الشيء المشهور فيه اللي هو الشاي السماور المجهز بطريقة الفحم. المشروع اللي بنصوره قريب من هذا المطل، مطل بوستفا معروف باللغة التركية شاي باهتشاسه. تعالوا مع بعض ناخذ فكرة كاملة عن المشروع على أرض الواقع. وصلنا موقع المشروع. المشروع عبارة عن 10 أبراج سكنية، الشقق اللي موجودة فيها تقريبا 500 وحدة سكنية. المجمع فيه خدمات متوفرة كثيرة من مسبح وصالة فتنس بالإضافة للخدمات الأخرى. اليوم بنصور لكم شقة دوبلكس بمساحة 170 متر مربع. تعالوا مع بعض نشوف على أرض الواقع تفاصيل الدوبلكس. وصلنا للدور الـ 12. الشقة هذه الشقة 3 غرف وصالة بنظام دوبلكس. مدخل الشقة من هنا، يسارنا على طول عندنا دورة المياه الأولى. الدورة هذه وانتم بكرامة بنظام عربي. مقابل دورة المياه الأولى عندنا المطبخ. زي ما انتم شايفين دواليب المطبخ راكبة وجاهزة. النظام الموجود في الأرفف وفي الدرف كله نظام هيدروليك. نوعية الدواليب نوعية فاخرة، بالإضافة إلى مخرج البلكونة من جهة المطبخ. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى. الغرفة هذه مساحتها جيدة، نقدر نقول 4×5 تقريبا مساحة جيدة للغرف، وأيضا لها مخرج للبلكونة. نتوجه من الغرفة هذه إلى الصالة. الصالة هذه شوفوا مساحة الصالة قديش كبيرة وحلوة، يعني أقدر أقول 5×7 تقريبا مساحة كبيرة، وأيضا لها ديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية، والواجهة الأمامية واجهة من الطرف على البحر، ومن الأمام إطلالة المجمع. شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. المخرج الثالث من جهة الصالة إلى البلكونة، شوفوا ما شاء الله مساحة البلكونة نقدر نقول 2×6 متر مساحة البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ والغرفة، وإطلالتها على المجمع على الخدمات، بالإضافة إلى الإطلالة الحلوة هذه على المدينة وإطلالة على البحر من الجهة الجانبية. شيء رائع. شرحنا لكم حاليا الدور هذا ايش فيه. في عندنا غرفة ومطبخ وصالة ودورة مياه. نتوكل على الله نطلع الدور الثاني نشوف ايش اللي موجود في الدور الثاني. تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور الثاني. يسارنا على طول عندنا دورة المياه التابع للدور هذا، مروش وكلوزيت ومغسلة، دورة مياه متكاملة. وعندنا غرفة أولى هنا. الغرفة هذه إطلالتها يعني إطلالة جانبية، وما ننسى أنه كل الغرف موجود فيها التدفئة المركزية. نيجي بجوارنا هنا عندنا الغرفة الثانية. الغرفة هذه نقدر نخليها كغرفة ماستر، موجود فيها دورة مياه خاصة فيها. وأيضا مخرج آخر نقدر نخرج، عندنا باب هنا، بالإضافة إلى عندنا مخرج للتراس.
التراس هذا إطلالته خيالية ورائعة على المدينة وعلى البحر، والشيء المميز أنه الغاز واصل للمنطقة، المنطقة مخدومة بكل الخدمات، المواصلات، السوبر ماركتات، بالإضافة إلى الخدمات اللي موجودة في المجمع، مسبح مغلق، صالة فتنس، محلات تجارية، ألعاب أطفال، مواقف مغلقة، جلسات عائلية، كل الخدمات هذه راح تكون متواجدة في المنطقة اللي أمامنا. استمتعوا بهذه الإطلالة الرائعة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات، التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو.